In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. هنحفظ مع بعض one more hymn that is very easy, but we need to make sure that we say all the words right. لحن تاني من الألحان السهلة اللي بنقولها طول السنة بعد الإنجيل في أي قداس after the gospel reading in any liturgy. طبعا technically هي بعد الوعظة لو أبونا هيوعظ. If there is a sermon, it will be right after the sermon. In the annual days. يعني لو إحنا في أيام مثلا الصيام الكبير if we are in the Great Lent, if we are in the festal days, if we're celebrating anything special, we don't say it. But if it's an annual normal liturgy, بنقولها على طول بعد الإنجيل. طبعا مش إنجيل باكر, لا إنجيل القداس. It is after the gospel of the liturgy itself. معنى الكلام دوت إيه؟ معنى الكلام طباهم بالحقيقة قديس هذا اليوم كل واحد باسمه أحباء المسيح. Blessed are they in truth, the saints of this day, each one according to his name, the beloved of Christ. يعني احنا بنقول يا بختهم بجد الناس اللي هم قديسين النهاردة, the saints of today. انتوا عارفين احنا في السينكسيريان بوك عندنا saints every day. So احنا بنقول هم بجد blessed, truly they are blessed. وبعد كده بنجيب أساميهم some of them that are always going to be mentioned, زي مثلا الست العذراء. المفروض ان احنا as Coptic Church we always have to mention also Saint Mark, بس طبعا you can add the saint of your church if he or she are different than these two names, you can add them, you can say the angels, you can add more parts according to the time in your church. احنا دلوقتي بنحفظ البيزك, the most important one to be said. مشهور قوي اللحن ده ان بدايته كل الناس بتغلط فيه, كل الناس بتقول أونية غلط, this is wrong, أونية تو, لان في الاول أوميجا then O then Epsilon. أوميجا يعني تعمل اللونج O تبقى O then the O and Epsilon تعمل U فتبقى أونية تو. أونية تو خن أو مثمي ني أث أو وابنت باي إهو أو بي أو أي بي أو أي كاتا أب فران ني من راتي أنت بي إخريستوس. Okay, then we switch to the very easy short tune. So this is the long part of the hymn. واحدة واحدة كده نقولهم تاني. أو أونياتو أو أونياتو
الهايفن دي أو الشرطة دي علشان خاطر it's a sharp stop. أغنياتو خنقو ومسميني أثا وابنت باي إهو أوبي أغنياتو خنقو ومسميني أثا وابنت باي إهو أوبي. ماشي تاني. احنا دلوقتي هنقول إهو أو بي أو واي بي أو واي. يعني احنا بنقول بي أو واي بي أو واي. ايه كلمة بي أو واي دي؟ بي أو واي معناها ون. فاكرين أو واي سناف شمت؟ ون تو ثري أو واي سناف شمت، واحد اتنين تلاتة. فاحنا بنقول اللي كل واحد واحد بنجيب اسمهم واحد واحد. We say their names one by one. عشان كده بنقول كلمة one مرتين. P-O-Y, P-O-Y. أغنياتو خنقو ومثميني أثقو وابنت باي إهو أو P-O-Y, P-O-Y. P-O-Y, P-O-Y. كاتا كاتا يعني حسب أو according. أوكي P-O-Y, P-O-Y. كاتا أأ بفران كاتا أأ بفران. ران معناها اسم، بفران معناها اسمه. ران means name، بفران his name. So we mention each one by one according to his name، حسب اسمه. Alright. P O Y P O Y كاتا آ بفران ني من راتي أنت بي إخريستوس. شبه اللي فوقيها. أوكي الحتة دي كلها كده copy. The second line is almost a copy of the first line. Look at it here. أغنياتو خنقو أو مثمي بي او واي كاتا ا بفران ني اف او ني منرا ا بنت باي ني منرا تي انت بي اي. Then it differs in this part. Okay. او واي بي او واي كاتا أب فراني من راتي أنت بي إيه إخريستوس أري بريزفافين. Alright, let's learn the short ones. Alright. أري بريزفافين إهري يجون. خدت بالك إيه إهري مش إهري. أري بريزفافين إهري يجون أوتن تشويسن نبتيرنتي أوتن شويسن نبتيرنتي أوتن شويسن نبتيرنتي ثي أوتوكوس. خلاص ثي أوتوكوس يعني mother of God. يبقى هنتكلم عن سان ماري. طبعا أول واحدة دايما we mention is سان ماري. ريبريس فافين إهرياغون أوتن شويسن نبتيرنتي ثي أوتوكوس مارياث ماب إمبن صوتير انت فكان النوفين عنيبول. ريبريس فافين إهرياغون أوتن شويسن نبتيرنتي ثي أوتوكوس مارياث ماب إمبن صوتير انت فكان النوفي نانيبول. كلمة ماض معناها mother. زي ما احنا كده ما كنا بنقول لأمنا أريني نقول لها مثلا تن ماض، أو ممكن نقول تا ماض. تا ماض يعني أمي.
تن ماف يعني أمنا، إث ماف يعني اللي هي مامت إن بن سوتير أور سيفير، أور بن سوتير مامت بتاعت أور سيفير. أوكي، كلمة ماف يا جماعة معناها الأم. ماريا ثما ذم بن سوتير انت فكان النوفي نانيبول طب هم تشويس، بلاش نقول طب، مفيش في اتسبه، طب هم تشويس ايه ريجون او بي ثي اوري موس ان ايفانجيليستيس. ثيوري موس كلمة جريك معناها اللي شاف ربنا، ناظر الإله. اوكي، طب احنا ليه بنقول على سان مارك بالذات the beholder of God، يعني who behold يعني who seen God؟ لان في ناس كتير كانوا عملوا هيرسي، عملوا هرطقة، قالوا ان ماري مرقس ده اصلا ما شافش المسيح، وان هو كتب البيبل بتاعه from the stories of Saint Peter. طبعا the origin of this might have been somebody who يعني Catholic مثلا، لان هما بيحبوا قوي سان بيتر وبيلغوا اي حد تاني. فطبعا احنا بقى ركزنا في كل الحنة ان نقول سان مارك the beholder of God، ناظر الاله، عشان نقول لا ده شافه، لا ده هو كان معاه in Gethsemane لما خدوا اللبس بتاعه فراح هو مشي naked away from them. طب هي ماب تشويس ايه ريجون او بي ثي اوري موسن افانجيليستيس ماركوس بي أبوستولوس انت في كان النوفي نانيفول. تاني، طب هم تشويس ايه ريجون او بي ثي اوري موسن افانجيليستيس ماركوس بي أبوستولوس انت في كان النوفي نانيفول. طب ايه انفانجيليستيس؟ جاية من افانجيليون، يعني اللي هو اللي كتب انجيليون، اللي كتب انجيل. اوكي، اللي هو معناها بالانجليش بنقول عليها ذا ايفانجيليست، عشان خاطر هو كتب انجيل، الانجيلي مرقس. اوكي، طيب نقول اخر واحده بقى سهله خالص، جيفس ماروتن جيفيوت نيم بشيري نيم بيب نيفما اث اواب تيتريا سجي كيفول تن او اشتموس تن تي اوناس. بنختمها، ناخد بالنا ان احنا بنقول تن او اشت، مش بنقول تن اشت، اموس تن تي او اوناس. اوكي، جي فاس ماروتن جي افيوتن مبشيري جي فاس ماروتن جي افيوتن مبشيري نم بيب نفما اث اواب. طبعا هي المفروض تبقى احسن نم بيب نفما، نم بيب نفما عشان هي معمولة من اليوتا، نم بيب نفما اث اواب تيترياس اجي كيفول تن او اشت اموس تن تي او ناس. وهي تن تي او او ناس، تن تي او ادي الاوميجا، او ادي الاو مع الابسلون، يبقى او او ناس زي اول حرف خالص، او او نية تو، فلا نقول او نية ولا نقول تن تي او ناس. ايه رأيكم نقولها كلها مع بعض؟ او اونياتو خن او او مثميني اثو وابنت باي اهو او بي اواي بي اواي كطا بفراني من راتي انت بي اي خريستوس اري برزفافين ارياغون او تن تشويسن نبتيرن تي ثيوتوكوس ماريا ثما ذم بن سوتير انت في كان النوفي نانيفول طب هي ماب تشويس اهرياغون او بي ثيوري موسنف انجليستيس ماركوس بي
apostolos entefkanen novi nanevol. And this is the spot that if you want to add any more saints, you can do it here before we end. Jefes maru oten jefiot ne mepshirin empep nevma ethoeb titereyes ejike vol ten u oshten mos ten ti o unas.